موجود بكل بيت في حياتنا الطبيعية بشكل عام. مش لا متزوجين، لا طايشين بتحسها، لا بتحسها لا شباب. ما تتركني الشامبو تاعي مش اليوم استعملته انت؟ حلها بالحكي مش بالرياضيات. اعطيني اشي اسهل، انت اجيت عندي تعطيني صعب. مو شمشوم انت بكل عرس لك قرص. ايش السؤال؟ لا هو اسمه بورد فعليا، هو ابور لقبه بالسياحه ولقبه ابور. مرحبا، اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسعدك. كيف حالك؟ تمام. كيفك انت؟ الله يسعدك. شو اخبارك؟ كمان اردني؟ ما اردني، من الاردن. ميت اهلا وسهلا. الله يسعدك حبيبي. ايش عايز سياره؟ متجوز؟ متجوزه بس سياحه وسفر هون كذا. يعني اغلب اللي بيجون هون جايين يتجوزوا سوريين؟ لا احنا جايين سياحه هون. ميت اهلا وسهلا. كيف شفت الشام؟ بتجنن، منور اهلها طبعا. لك حبيب قلبي. بس غالبا اللي بيجوا لهون ما بيجوا على الشعلان، بيجوا على باب توما وباب شرقي والحمديه. اكيد مناطق سياحيه، اي مسافر اي واحد اكيد طبعا. كله زرته. والله حلوات، بس انه يعني مش لا متزوجين، لا طايشين بتحسها، لا بتحسها لا شباب او كبلز شيء زي هيك. حبيبي الله يسعدك. وميت اهلا وسهلا فيكم. الله يسعدك، منور. كيف سرعه البديهه عندك؟ يعني نص نص. مش طيب انا معي ثلاث حزازير، اذا عرفت وحده منهم رح تربح. تمام. جاهز؟ جاهز. رح لك اياهم بالعاميه، يعني انه مفهوم الحزير. تمام. جاهز؟ اعطينا. شيء بيشوف بس ما له عيون، بتعرف شو هو؟ بيشوف بس ما له عيون. هو موجود باي مكان وباي بيت. باي مكان وباي بيت. بيشوف وما له عيون. موجود بكل بيت في حياتنا الطبيعيه بشكل عام. وباغلب المحلات موجود كمان. اغلب المحلات موجود. بشوف بس ما له عين. شو هو هذا الشيء؟ يعني اعتبرني عجزت. شو هو الشيء؟ رح اعطيك جواب اخر شيء. بتعرف مين هو الشخص اللي بشوف صديقه وعدوه بعين واحده؟ صديقه وعدوه بعين واحده؟ مين بشوف صديقه وعدوه؟ عن جد شمشوم؟ شمشوم؟ مو شمشوم انت بكل عرس لك قرص. ايش السؤال؟ اللي بيشوف صديقه وعدوه بعين واحدة. انت بدك تفوت مع الكل استرسلت ما تطلع مع حالك. لا مو شمشوم. يعني عباره عن ايش؟ تعرف شو؟ والله راح اكتب لك اياها شمشوم، بس في ناس ما بتعرفوا شمشوم. بتعرفوا شمشوم؟ بتعرف شمشوم؟ مين شمشوم؟ شمشوم سونج بوب. في ناس ما بتعرفه. انت قبل شوي انقذت رفيقك وربحته، وهلا انقذت رفيقك. صح. بسيط، لا تتركني. بس هو مو شمشوم، تمام؟ كرماله حسبت لك يا شمشوم. طب هو مين اصلا؟ هو الشخص الاعور. صح، الشخص الاعور يلي بشوف عينه. طب اسالني انا سؤال، يلا. بتعرف شو هو الشيء اللي بيدور وبياكل بس ما بيشرب وبيلعب وما بيحكي؟ لا، غساله فيها مي. شيء بيدور وبياكل، تمام، بس ما بيشرب وبضل عم يلعب. خلاط. لا، النبات. الخلاط بفت له مي. مدينة العاب، ملاهي يعني؟ لا. دولاب؟ لا. اعطيني شيء اسهل، انت اجيت عندي تعطيني صعب. اعطيني. لا قاعد عم تفهم على، يعني اعطيني شيء خارجي كمان موجود. شيء خارجي؟ ليك رح اسالك حزوره، انا سأل لكل العالم. حلو. شو هو الشيء هو ملكك بس كل العالم تستخدم لك اياه؟ يعني. الشيء اللي ملكي كل العالم تستخدم لك. شو انت؟ شو؟ طب اعطيك جواب مقنع وتحسب لي اياه. تمام. الشامبو تاعي مش اليوم استعملته انت؟ خلص. بتعرف شو هو الجواب؟ ايش هو؟ اسمك. يعني انت طلع هي ثاني مره بتتدخل، بتطلع معنا بس ما عرفت شو اسمك. شو اسمك؟ خالد. خالد؟ لا رح اعطيه جائزه، والله رح اعطيه جائزه. خالد ليش ما عم تطلع معي لحالك؟ ليش دائما بدك تطلع مع رفقاتك؟ بحب الكبل. بتعرف لو طالع انت معي كان ما حدا فات وتدخل وساعده؟ مزبوط. خلينا نشوف نجرب. ايه هلا بعد هذه طلعك لحالك. لا طب تعال تدخل ساعدني. يلا يلا بقلنا. ايه ما بتعرف مين هي؟ مين هو اللي بضل عم طعميه ايش هو؟ شو بدك؟ ما بتعرف الجواب؟ هو هي الطاحونه تبع البزر، عرفتها؟ هي الخلاط. لا طاحونه البزر الحماصه يعني. الحماصه. طيب ما هو انا جاوبت صح يعني. لا خلاط. هو الخلاط عندنا اسمه خلاط حماصه اللي بحطوا فيها البزر. ما شو قلت لك؟ اعطيني سؤال خارجي حتى اجاوبك عليه. طيب انا هو زين.
طبعا اعطيك شيء ملكك كل عالم تستخدم لك ما تعرف شو هو؟ حكيت اسمي قلت لك اسمك؟ اه طبعا اعطيك حزوره سبع خواريف اذبحهم سبع ايام وكون كل يوم عدد زوجي نفس سبع البسس احنا كنا سبعات اذبح كل يوم عدد زوجي سبع خواريف سبع خواريف يذبحهم شو؟ سبع وخواريف اه سبع يعني هو سبع هذا الخروف اوكي اذبح السبع واخر يوم اذبح الخروف هاي حلها اوكي حلها بالحكي مش بالرياضيات وحزني اياها رفيقك قبل شوي تبع البسة ما لها حل ما لها حل عم يشتغل فيني بيشتغل ما بستعمل اصبعها من هات اصبعها انا اسف رفيقك اخذ وقتك عادي عادي بس انت ربحت معي شو ربحت معي طيب ليك رح اسالك سؤال انا حذرته لرفيقك انت ما كنت في شيء هو ما نو انسان وما نو حيوان وما نو جماد شو هو ما نو انسان وما نو حيوان وما نو جماد هو موجود هلا هون موجود حوالينا هين موجود موجود ورد النبات نبات نبات انا ورده لا هو اسمه ورده فعليا هو ابو ورده لقبه بالسياحه ولقبه ابو ورده ابو ورده اول شيء هي لك ثانك يو شكرا كثير لك شكرا لك هي انا ما رح ترضى تطلع معي فخلص رح احسب لك انك انت طلعت معي ماشي هي لك تفضل شكرا شكرا كثير لك الله يسعدك كل زياره موفقه الله يسعدك منورين الله يسعدك شكرا يعطيك العافيه شكرا باي